بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الاسئله الخاصه بشابتر البروفيشنال اند سوشيال ريسبونسبيليتي او ما يعرف بالكود اوف ايثكس، كود الاخلاقيات. نبدا في السؤال الاول. A project manager is being considered for a particular project that will deal exclusively with global virtual team. واحد من مدراء المشاريع هيبدا في مشروع، المشروع ده هيكون في virtual teams او يعني فرق مش قاعده في مكان واحد، عبر الانترنت مثلا، شغالين مع بعض، شغالين بصوره افتراضيه، مش موجودين في نفس المكان. He only has experience with local teams. خبرته موجودة في local teams، الناس اللي تبقى مع بعضها او الطريقة العادية يعني. What should he do when discussing the opportunity with the sponsor؟ المفروض يعمل ايه لما يتناقش مع السponsor او الممول في الموضوع ده؟ الاختيار الاول. Since he has managed many projects and teams, it doesn't make any difference that the new project involved global virtual team. طالما ان هو يعني ادار مشاريع في السابق بشكل كبير يعني، فبالتالي مفيش فرق ما بين ده وده. He should tell the sponsor he has the relevant experience. مفروض يقول للسponsor انا عندي الخبرة المناسبة لكده. طيب الاختيار الثاني. He should avoid any conversation regarding the types of teams involved so the sponsor does not know he lacks experience in this area. المفروض يتجنب ان هو يتكلم عن المواضيع دي بتاعت الفريق الفيرشوال، بحيث ان السبونسر ما يعرفش يعني ان هو عنده نقص في الخبرة في المجال ده. الاختيار الثالث. The project manager should point out to the sponsor that he has not had experience with global virtual teams but discuss why he thinks he is a good fit for the project anyway. المفروض ان هو يصارح السبونسر ويقول له انا ما عنديش خبرة في المجال ده، بس يتناقش معاه ليه هو يعتقد ان هو ممكن يكون صالح للمشروع ده. الاختيار الرابع. The project manager should point out to the sponsor that he has not had experience with global virtual teams and therefore must decline the assignment. يقول للسبونسر انا ما عنديش خبرة في المجال ده وبالتالي انا مش هقدر اكون في الدور ده، ويرفض التعيين دوت. طيب الاختيار الاول والثاني اختيارات غير اخلاقية، يعني يكون ان هو يعني بيخبي على السبونسر يعني، او ان هو ما يتكلمش في الموضوع لحسن السبونسر يعرف، فده غير اخلاقي. اما الاختيار الاخير فان هو يرفض الاساينمنت، فده لا شك ممكن يبقى اختيار صحيح، لكن الاختيار الثالث اقوى منه، لان هو بيقول ماشي اوكي انا هصارح السبونسر بس انا شايف نفسي كويس في الحاجه دي، فبالتالي يعني هحاول اقنعه وهقول له انا ليه ممكن ان انا يعني ادير الموضوع ده، فبكده انا ما غشتش السبونسر، بالعكس انا صارحته وحاولت اقنعه، لو اقتنع وشايف فيا الكفاءه خلاص اوكي يبقى هو انا كنت مصارحه وقايل له على كل شيء، فالاختيار الثالث هو المظبوط. طيب السؤال الثاني بيقول A project manager gathered data to perform earned value calculations. كان في مدير مشروع بيجمع بيانات عشان يحسب الـ earned value on his project. He used the results to report to management the project is under budget and on schedule. استخدم البيانات عشان يقول للإدارة ويبعت لهم تقرير ان هو البادجت بالنسبة له كويسة والسكيدجول مظبوط. After reporting this information he discovered the base figures he used in the calculations were incorrect. بعد ما بعت التقرير ده بالمعلومات دي اكتشف ان الارقام اللي استخدمها ما كانتش دقيقة او صحيحة. As they came from an old copy of the project file بسبب ان هم جم من تقرير قديم that had not been updated. What should he do now? المفروض يعمل ايه؟ الاختيار الاول. He should contact management to make them aware of the error. يخاطب المانجمنت كده ويقول لهم خدوا بالكم في غلط كذا كذا. Give the correct information ويديهم البيان الصحيح. And explain how he made the mistake. ويعني يشرح لهم ازاي هو عمل المشكلة دي. الاختيار الثاني. He should contact management and tell them to expect some changes in the next reporting period and that things are starting to look gloomy. يبدأ يخبر المانجمنت يعني ان خدوا بالكم من الشهر الجاي هتلاقوا فيه تغييرات يعني، عشان المشروع بيتحول تحول جامد يعني، يعني ايه يحكي حكاية كده يعني يغني عليهم. الاختيار الثالث. He should use the correct figures to calculate the information when it is time
for the next report and ignore the fact that report he reported incorrect information. يعني يتجاهل بقى الشهر ده عديها خلاص عدت نسبة الإنجاز ويجي الشهر الجاي يبقى يحسب النسبة الصحيحة ويبعتها لهم. الاختيار الرابع he should tell management that the data has received, he received from team members was incorrect and thus the report was not accurate. يرميها على الرجل بتاع التيم ويقول الواحد من افراد الفريق هو اللي عطاني البيان الغلط وعشان كده الداتا اللي وصلت لكم غلط. لا شك ان الاختيار الرابع غير اخلاقي ان هو يكذب ويرمي على واحد تاني. الاختيار الثالث ان هو يعني يطنش الاسبوع ده او الشهر ده والمره الشهر الجاي يبقى يقول لهم برضو يعني مش مظبوط. الاختيار الثاني يغني عليهم ويقول لهم يعني ايه في تحولات هتحصل وبرضه لا شك ان هو مرفوض. فالاختيار الاول هي الاجابه الصحيحه ان هو يتصل بيهم ويقول لهم الموضوع كان فيه خطا والخطا ده بسبب كذا كذا وهي دي البيان الصحيح او هو ده البيان الصحيح. طيب السؤال الثالث A project manager is working with a vendor on a project when she learns on she learns one of the sellers has bribed a subcontractor to work in his project instead of fulfilling previous commitment to other projects. انت مدير او في مدير مشروع بيشتغل مع vendor on a project في مشروع واكتشفت ان في واحد من الموردين او السيلرز البائعين موردين has bribed the subcontractor عطى رشوة ليه واحد من مقاولين الباطن عشان يشتغل في المشروع بتاعه بدلا من ان هو يعني يحقق الالتزامات السابقة مع المشاريع التانية. What should she do؟ المفروض تعمل ايه؟ She should report the offense to management and the project managers of the affected project. يعني تبلغ عن المشكلة او الاساءة دي للمانجمنت للإدارة العليا بتاعت الشركة وتقول لهم يعني ان فيه كذا كذا غلط وتبلغ برضو المدير المشروع project managers او مدراء المشاريع اللي في المشاريع اللي هتتأثر بالمشكلة دي. الاختيار الثاني she should not do anything because this is the vendor's problem. ما تعملش اي حاجة لان دي مش مشكلتنا مشكلة الفندر. The project manager herself didn't do anything wrong لان هي ما عملتش حاجة غلط يعني مع نفسك بقى انا مشروعي زي الفل وما فيش مشكلة الفندر بقى دي مشكلة الفندر يعني. الاختيار الثالث she should report this to other subcontractors so they know they could get more money from the vendor. يعني بلغ الكلام ده لمقاولين تانيين بقى او سب كونتراكتورز مقاولين من الباطن تانيين وتقول لهم بصوا في طريق كويس جدا ممكن تعملوا منه فلوس اللي هي فلوس الرشاوي يعني. الاختيار الرابع she should resign from the project تستقيل من المشروع so as to remove herself from this type of activity but keep it to herself rather than cause problems. يعني تستقل من المشروع وتخلي الموضوع ده لنفسها وما تفصحش عن السر ده يعني لحد افضل من ان هي تجيب لنفسها المشاكل. لو حاولنا نستبعد هنقول ان الاجابة التالتة يعني او الرابعة هي يعني تعتبر غلط لان ما ينفعش يعني ان احنا ننسحب ونخلي المشاكل بس جوانا يعني وما نقولش لحد عنها. ده لا شك سلوك يعني غير مقبول وسلوك سلبي لان انا شفت الخطأ وما دلتش عليه يعني. الاختيار الثالث ان هي تعمل ريبورت للسب كونتراكتورز التانيين عشان ياخدوا رشاوي فده يعني شيء مش مظبوط يعني هي بتشجع على الرشاوي لا شك ان ده مش حاجه كويسه يعني. الاختيار الثاني ان هي ما تعملش حاجه يعني وتبقى سلبيه الموضوع مش موضوعي موضوع الفندر فلا شك برضو ان هو مش مظبوط يعني. فبالتالي الاختيار الاولاني هو الصح ان هي تعمل ريبورتنج للمشكله او الاساءه دي للمانجمنت وللمدراء المشاريع اللي هيتاثروا بالموضوع ده. طيب السؤال الرابع You are in the middle of a new product development project. انت في نص مشروع بتعمله development او تطوير او عمل لبرودكت جديد. For your publicly traded company when you discover the previous project manager made a United Dollar 3 million payment that was not approved in accordance with your company policies. اكتشفت ان مدير المشروع السابق كان عمل دفعة او دفع فلوس يعني حوالي 3 مليون دولار بدون موافقة in accordance with your company policies مع سياسات الشركة يعني مفيش توافق بينها وبين الشركة يعني.
او سياسات الشركه. Luckily the project cost performance index is 1.2, what should you do؟ يعني حسن الحظ انت مش اندر، انت اندر بادجت مش اوفر، فيعني معاك فلوس وما فيش مشكله، فايه المفروض ان انت تعمله؟ contact your manager، تتواصل مع مديرك. put the payment in escrow account، تحط البيمنت دي في account يعني مش صحيح. bury the cost، تدفن او تواري التكلفه دي. in the largest cost center available، في اكبر cost center بحيث ان هي تبقى صغيره وسط اللي حواليها فما تبانش. ignore the payment، تهمل الموضوع. لا شك يعني الإجابة الأصح هي الإجابة الأولى، إن تتواصل مع مديرك وتقول له على الموضوع. السؤال الخامس، while staffing a project in another country the project leader from that country comes to you with a suggested team consisting of members of the project leader's family. وانت بتعمل مشروع في دولة من الدول، جاء التيم ليدر ده اللي موجود من الدولة اساسا، ولقيته بيقترح عليك فريق، هو ده الاستراكشر بتاع التيم يعني، ولقيت ان الفريق دول كلهم قرايبه، جايب عيلته يعني وهيشغلهم معاه. Your first course of action should be to، ايه اول حاجة المفروض تعملها؟ هل الاختيار الاول inquire if hiring through family lines in is common practice in the project leader's country، تسأل يعني هل او تستعلم هل ده حاجة شائعة، هل دي ممارسات شائعة ان الواحد هنا في البلد دي بيعين يعني من عيلته. الاختيار الثاني review the resumes of the individuals، تراجع السيفيهات يعني بتاعت الناس to see if they are qualified، هل هم يعني مؤهلين فعلا ولا لا. الاختيار الثالث ask the project leader to provide additional names of people unrelated to him or her، يعني تسأله ان هو يجيب ناس مش تبع ليه، مش من عيلته. الاختيار الرابع use a different project leader to prevent problems later in the project، تستخدم يعني leader تاني عشان تتجنب المشاكل دي في المستقبل. الاختيار الاخير واللي قبل الاخير، يعني انت خدت قرار قبل ما تعرف، يعني سواء ان انت هتسأل هتطلب من مدير المشروع او الليدر ده ان هو يجيب ناس تانية، طب انت ما تعرفش دي كومن براكتس ولا لا. نفس الحكاية الاختيار الاخير ان انت تغيره وتجيب واحد تاني، نفس الحكاية انت لسه ما تعرفش. الاختيار بي ريفيو ذا ريزيومز، تاخد اكشن، انت كده خدت اكشن برضو وانت لسه ما استعلمتش يعني، اي نعم خدت اكشن لان انت تبدا خلاص تشوف السيفيهات، بس انت ما تعرفش هل دي كومن براكتس ولا لا. فلا شك الاختيار الاول هو المظبوط اللي فيه انك تستعلم تعمل انكوير هل الهايرنج من الفاميلي بتاعه التيم ليدر ده هل ده شيء كومن براكتس هنا في الدوله دي ولا لا. لو قال لك هو ده كلتشر هنا موجود وده شيء طبيعي عادي، يبقى خلاص مش هتعرف يعني تقول له لا يعني. طيب السؤال السادس، when checking the calendar of a team member to schedule a meeting you see she has scheduled a meeting with a key stakeholder that you were not informed of، وانت بتراجع الكالندر بتاعت واحده من التيم ممبر الجدول بتاعها يعني، او عشان تجدول اجتماع وهي ممكن تبقى فيه. You see here she has scheduled a meeting with a key stakeholder، لقيت ان هي مجدوله يعني اجتماع مع واحد من الستيك هولدرز المهمين وانت ما كنتش خدت خبر بالموضوع ده. The best approach would be to، ايه افضل حاجه تعملها؟ Avoid mentioning it to the team member but continue to watch her activities، يعني ما تقولهاش حاجه بس تفضل تراقبها من بعيد لبعيد كده. الاختيار الثاني notify your boss about the problem، تخبر رئيسك في العمل عن المشكله دي. الاختيار الثالث address the concern with the team member's boss، تقول لمديرها على المشكله. ولا الاختيار الرابع address the concern with the team member، مع التيم member نفسها. لا شك ان انت ما ينفعش تاخد قرار قبل ما تتيقن وتتحقق ان فعلا هل اللي انت حاسه ده شكوك ولا ده واقع ولا ايه، فبالتالي لازم يعني ايه الاختيار الرابع address concerns with the team member، يعني تتكلم معاها هل فعلا يعني التيم الميتنج اللي انت عملت له سكيدجول مع الستيك هولدر ده سببه ايه وموضوعه ايه، بحيث انك تعرف وما تتهمهاش قبل ما تكون وصلتك الحقائق. الاختيار السابع السؤال السابع بيقول your team member is 3 days late with a report، واحد من افراد الفريق عندك متاخر 3 ايام عن ميعاد التقرير. 5 minutes before the meeting where
the topic of the report is to be discussed. قبل الاجتماع اللي هيتناقش فيه التقرير ده بخمس دقايق. She hands you the report. سلمتك التقرير. You notice some serious errors in it. What should you do? لاحظت ان في اخطاء جامدة وبدأت تقول طيب انا اعمل ايه. الاختيار الاول cancel the meeting and reschedule when the report is fixed. تعمل كنسلة او الغاء للاجتماع ده وتجدول اجتماع تاني لما يكون التقرير اتزبط. الاختيار التاني go to the meeting and tell the other attendees there are errors in the report. تروح للاجتماع وتخبر الحضور بان في يعني عيوب في التقرير. الاختيار الثالث allow the team member to do the presentation and remain silent as the other attendees find the errors. يعني تخليها هي تدبسها في الموضوع مش انت اللي عامله التقرير غلط. اعملي له انت بقى برزنتيشن ولما حد يبقى يسالك في حاجه انا هقعد ساكت ولا اعرف حاجه يعني اعمل نفسي من بنها يعني. طيب الاختيار الرابع cancel the meeting and rewrite the report yourself. تعمل الغاء للاجتماع وتكتب التقرير ده بنفسك. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الاخير ان انت تكتب التقرير بنفسك ده مش دورك. اي نعم ممكن يبقى حاجه كويسه ان انت بتكنسل الميتنج عشان التقرير مش جاهز بس ده مش دورك انك تكتب التقرير. الاختيار اللي قبليه ان انت تخليها تدبسها في الموضوع وتخليها اللي تعمل برزنتيشن وانت تقعد ساكت فده برضو يعني تخلي عن مسؤوليتك وهروب من المسؤوليه. الاختيار الثاني ان انت تروح الاجتماع وتقول لهم ان في اخطاء في التقرير. ماشي ما انت ما كنسلتش الاجتماع وفي نفس الوقت يعني بتقول ان في اخطاء يعني ما استفدتش حاجه يعني بالعكس يعني دمرت الروح المعنويه للفريق ان هو ايه اتفضح يعني بقت الاخطاء قدام الناس كده. الاختيار الاول cancel the meeting and reschedule when the report is fixed ولا شك ان هو ده الاختيار الصحيح ان انت تلغي الاجتماع ولما التقرير يكون جاهز تعمله reschedule ان هو يكون التقرير لما يجهز يعني. فبالتالي الاختيار الاول هو الصحيح. الاختيار الثاني ان انت تروح الاجتماع وتقول لهم ده ولا يعني هو محدش قال ان هو unethical بس في نفس الوقت يعني هيضعف الروح المعنوية للتيم ممبر يعني. طيب السؤال الثامن A manager has responsibility for a project that has the support of a senior manager. واحدة من المدراء يعني عندها مسؤولية responsibility for a project that has the support of a senior manager وليها دعم واخده دعم يعني من الاداره العليا او المدير الاعلى منهم يعني. From the beginning you have disagreed with the manager as to how the project should proceed and what the deliverable should. من البدايه كده انت كنت مختلف يعني مع المدير ده او المديره دي ان المشروع المفروض يمشي ازاي ونمانجه ازاي يعني وايه هي المخرجات اللي هتطلع من المشروع ده. You and she have disagreed over many issues in the past. باستمرار يعني انت ايه في الماضي كنت بتختلف معها. Your department has been tasked with providing some key work packages from the project. الديبارتمنت بتاعك القي عليه يعني بعض المهام ان هو يقوم بانجاز بعض الاجزاء من المشاريع من المشروع دوت. What should you do? ايه المفروض تعمله؟ الاختيار الاول provide the manager with what she needs. تديها اللي هي عايزاه يعني. الاختيار الثاني inform your manager of your concerns to get her support. تخبر المديرة بتاعتك يعني عن التخوفات بتاعتك عشان تاخد دعمها. الاختيار الثالث sit down with the manager at the beginning of the project and attempt to describe why you object to the project and discover a way to solve the problem. يعني تجلس مع المدير او المديرة في البداية بتاعت المشروع وتحاول ان انت توصف ليه انت بتعارض المشروع why you object to the project and discover a way to solve the problem وتحاول تكتشف يعني وسيلة للحل. الاختيار الرابع ask to be removed from the project. تطلب يعني ان انت ايه تتشال من المشروع ده باعتبار ان انت يعني دايما بيبقى فيه مشاكل بينك وبينه. لا شك الاختيار الرابع ده انسحاب يعني وعدم مواجهة وتخلي عن المسؤولية. الاختيار برضو التاني ان انت inform your manager of your concerns to get her support يعني الموضوع بقى هيبقى ايه
انا بجيب مانجر وانت بتجيب مانجر، ونشوف مين المانجر بقى اللي اقوى، واحاول اعمل سبورت. فده لا شك ان هو حل غير منطقي. يعني الاختيار الاول provide the manager with what he needs or what she needs، تديها الحاجات اللي هي عايزاها. لا شك ان هي طالما هي مديرة المشروع فمن حقها يعني ان انت تديها الحاجة اللي هي عايزاها. Sit down with the manager at the beginning of the project and attempt to describe why you object to the project. يعني كن انت تعترض على المشروع، مش انت اللي ليك صلاحية انك تعترض على المشروع يعني، وهي مسند ليها responsibility بتاعت المشروع، فبالتالي انت واجبك ان انت تساعدها، هي دي المسؤولية اللي عليك. فبالتالي الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى provide the manager with what she needs. طيب السؤال التاسع، a large complex construction project in a foreign country requires coordination to move needed equipment through crowded city streets. مشروع كبير وضخم، مشروع إنشاءات في دولة أجنبية، يتطلب التنسيق عشان يعني إيه إن أنت تنقل equipment أو معدة كبيرة عبر شارع مزدحم. To ensure the equipment is transported successfully, your contact in that country informs you that you will have to pay the local police a fee for coordinating traffic. يعني الراجل الممثل بتاعك قال لك عشان تعمل الموضوع ده بشكل كويس لازم تدفع فلوس للشرطة هناك يعني عشان يعملوا coordinating للترافيك، تنسيق للمرور، حركة المرور. What should you do؟ إيه المفروض تعمله؟ الاختيار الأول do not pay the fee because it's a bribe، ما تدفعش الفلوس دي لأن دي رشوة. الاختيار الثاني eliminate the work، ان انت يعني تشيل الجزء ده من المشروع. الاختيار الثالث pay the fee، تدفع الفي او الفلوس. الاختيار الرابع do not pay the fee if it is not part of the project estimate، ما تدفعهاش لو كانت مش جزء من الاستيميت عشان ما تخسرش يعني المشروع طالما هي مش في الميزانية. طيب لو حاولنا نستبعد يعني الاختيار الاخير ده مش هو ده عنصر المقارنة، سواء كانت في الميزانية ولا لا مش هو ده اللي هيقارن، حتى لو اتنست في الاستيميشن او كانت جديدة، المهم انا عايزها ولا مش عايزها، او يعني ده مع مصلحة المشروع ولا لا. الاختيار الاول ان انت ما تدفعش، نحس ان هو يعني ايه هو الاختيار الادق لان دي رشوة. الاختيار الثاني انك تعمل حذف للجزء ده من المشروع، ده حل سلبي، مش عشان في مشكلة يبقى خلاص تشيل المشروع وتهرب يعني. الاختيار الثالث pay the fee، لا شك ان احنا بنستغرب منه يعني وبنستبعده، بس هو فعلا ده الإجابة الصحيحة. والتبرير ان انت يعني قد تكون الفي ديت هي اساسا يعني بتدفعها بصورة رسمية للشرطة، باعتبار ان هي محدش قال ان هي برايب، وقد يكون دي فيز رسمية معلنة، خاصة ان اسمها فيز يعني، يعني هي ما قالش ان انت هتدفع برايب، يعني المندوب بتاعك او ممثلك هناك ما قالكش لازم ندفع رشاوي، قالك لا لازم ندفع في يعني اجرة للبوليس هناك او للشرطة هناك انهم يعملوا تنسيق للترافيك. طيب فبالتالي الاجابة الصحيحة هي pay the fee. سؤال عاشر، a major negotiation with a potential subcontractor is scheduled for tomorrow. في negotiation او تفاوض يعني مع احد السبكونتراكتورز المحتملين، تم جدولة الاجتماع يعني معاه كده ايه للغد. When you discover there is a good chance the project will be cancelled، واكتشفت بقى ان انت ايه في فرصة كبيرة يعني ان المشروع ده ممكن يتلغى. What should you do؟ تعمل ايه؟ الاختيار الاول do not spend too much time preparing for the negotiation، ما تقعدش يعني وقت كبير تحضر للنيجوشيشن. الاختيار الثاني cut the negotiations short. الاختيار الثالث only negotiate major items. الاختيار الرابع postpone the negotiations. لا شك يعني الإجابة إيه واضحة، إن أنا يعني طالما خلاص ظهر لي شيء إن أنا يعني في احتمال إن يتلغى المشروع، فما فيش داعي بقى إن أنا أجيب السب كونتراكتور ده وأقعد أعمل نيجوشيشن معاه. فبالتالي الاختيار الرابع postpone the negotiation، إن أنا أأجل التفاوض. بس كده يبقى خلصنا حوالي 10 أسئلة، هنكتفي بالقدر دوت وتكملوا أنتوا الباقي لو كده.
وبالتوفيق، وحاولوا تحسبوا زي ما قلنا الدرجات بتاعتكم وتشوفوا الريت وصل لفين وتعملوا له الريكوردنج عشان يبقى معروف كريكورد، عشان بعد كده فترات المراجعة تعرفوا فيه تحسن ولا لا وهكذا. وبالتوفيق ان شاء الله.